اجل اجل ابو بكر، اجل يمتي وكال نعاك. ود ابو بكر واش كدارت فقرت؟ عزي حدارت الله العظيم، ولا نرجع في الله. اسم سيدنا ابو بكر ناي الله من الدور دار كازات، ياك السنت ولا تا رويد اللي طفح بلا الملك كل اللي راه اقترح، ياك السنت كرات الطوموبيلات دار شي لانت ناي تيك 100 الله كثر واتيك بيت لاكي جوج كثر. ود ابو بكر سلا بيسين سلا قادر نس الله العظيم غاتيها على بيسين حشقان، ياك السنت لا بيسين تقميه ضين حشقان تقميه مقورة صاحبي كيدي نسلك قدام انزل مش كاينه غايد ياك السنت. ولا اني رجع في الله ابو بكر لا تغي تفقري الله عمر هذا وفنت عينا تي القماضي انت مزير الله العظيم ناي كي مشيت عزيز داري الله عمر هذا تقضت الغرض ياك السنت لا خوف لا طمع ناي واني رجع في الله توفي دي الطفحي العدد نتروى دوايون نيرو ريس نزري الخير والو المعنى ريس لي ريس انت اللي راه يسقسان ياك سنت ان شاء الله بلا 30 دولار يدفع شارجي حتى 200 تخلص سيدي الله العظيم بلا معقول $30 شنو باش كتخلص 272 دولار زاد حنيت 54000 ريال 54 يعني 56000 ريال 56000 ريال في 30 دولار تيبس انت دويره بادره والملح تنمت يا 200 272 دولار يا ولا نرجع في الله ابو بكر ديما دوك درت شي حاجه ديال البريكول ولا كره القليله والقليله قطع 20 دولار هاي تكا هاتي غصة 30 دولار 30000 فرنك هاو الى تكمل حد دعاء الدواعي على البريكول تلاقي الساعة اللي ما كانت دعاء تركب حيال الموتورية انا حيا سكر حديث 300 دولار ساعة اللي ما كانت راه غير نزرع وانا الا غير نغارس ساعة اللي ما كانت تدوز ساعة اللي ما كانت تشكت جاتني 8 زنيت راه كادير وهذا كركب حيال الموتور مصحى 60000 ريال قود 300 دولار هو ما تزبلان ساعة اللي ما كان رنقيسك تركيب الموتور وقيس لي حتى ساعة ياك السنت ها معاك نيح او 300 دولار هو ما راكتي فحت ما زيرت ولا يخان يخان اللي داري انا ضني صباحا ثلاثة حقيس انا 300 دولار هاتي غادي قهر سايد وورك اللي خدمت من الجنب ماشي دين الشركة ياك السنت 300 دولار يخصد غير حياة الشركة اللي زيزا غير الكليماتيزور يا طبنينا يخصد تيال الكويل المهم اللهم هيك امر دي كويت لا عرقات تما راه دي خانه ولا حد ديت تستي زنيت ادو عن زري الصيف تزنيت الله ينعل دي بابا تزنيت ولا قليان ولا يخانه ولا مغربا فاك